أفرجت النيابة العامة في أمن الدولة الأردنية عن 16 موقوفاً في قضية زعزعة أمن واستقرار الأردن التي هزت المملكة مؤخراً، فيما بقي الموقوفان الرئيسيان رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد رهن التحقيق، وذلك بعد خطاب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بحضور الشخصيات والعشائر التي ناشدته الإفراج عن أبنائها، والذي جاء فيه كأب وأخ لكل الأردنيين: وبهذا الشهر الفضيل، شهر التسامح والتراحم، أطلب من الإخوان المعنيين النظر في الآلية المناسبة ليكون كل واحد تم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة عند أهله بأسرع وقت. انجر وراء هذه الفتنة يكون عند أهله. النائب العام لمحكمة أمن الدولة كشف أنه فيما يتعلق بالمتهمين باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطاً باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم. ويحمل عوض الله الجنسيتين السعودية والأردنية، وهو شخصية مثيرة للجدل منذ زمن، سواء حول نشاطه السياسي والمناصب التي تولاها أو ثروته الباهظة وعلاقاته الخارجية. الملك الأردني والأمير حمزة كانا ظهرا في 11 من أبريل 2021 جنباً إلى جنب مع شخصيات أخرى في احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس الأردن، في أول ظهور علني لهما معاً بعد الأزمة الأخيرة، أي بعد قيادة ولي العهد السابق لمحاولة انقلاب على الحكم، وهو الوحيد الذي لم يحاكم، إنما ترك أمره ليحل داخل العائلة الحاكمة.